انا يعني انا اولا الحمد لله بعزكم جدا لان انتوا ناس محترمين، والحمد لله كل اللي بيشتري منكم بيقولوا عليكم كان كويس، وده اللي احنا عاوزينه في الاخر يعني. تسلم يا عمر، ربنا يوفقكم الله باذن يبارك الله. لك يا ابو عمر، وتحياتي ليكم. الشجر ده عباره عن بلوبري شتلات بلو بيري، عباره عن شتلات. طبعا سعر الشتله الواحده بيتعدى ال 10 مارك، لو عمرها سنة. طلعوا لها سنه شتله صغيره. احنا عندنا الشجر عدى 4 سنوات، وفي حاجات عدى 5 سنوات. طبعا هذا اماراتي، نسأل الله يبارك له يا رب، ما شاء الله تبارك الله. هذا كده طبعا، ده كده احنا قام فوق المزرعه. طبعا هذا مربع، الجزء ده كله فراوله بالكامل. احنا فوق طبعا التانك عشان نصور. طبعا ده زي ما قلنا، دي الصوبه اللي هي مفكوكه، ودي التانيه مفكوكه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا كذلك في مناحل، ورا في مناحل في المنطقه تبع المزرعه كذلك. طبعا المزرعه من فوق الان الاطلاله بقت افضل، وشكل المزرعه بقى واضح اكثر. نعم، نذبح واحد ناخده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اسال الله يبارك يا رب، ما شاء الله شايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اسال الله يبارك، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. تمام يا عمر، مره بقى نشوي بقى وكده. هذه كده صوبه، واحنا في الثانيه الان ونحاول نصور لكم الباقي. دي كده التانية احنا قلناها، دي الأولى، دي التانية، دي التالتة، وهذه الرابعة، وهذه الخامسة. بلان بي، فبالتالي ده يدل على انك انت الناس اللي عملوا المزرعة ما عملوها كده زي ما بيسموها عشوائي، وحط أرض وزرع. هم مجهزين كل شيء للاستثمار الزراعي المفيد المربح، وهذا الأمر مهم جدا. طبعا أنا شايف المية مهمة، يجي بالزيارة، لكن العامل ده مقيم دائم في البيت. يعني أنت بتحمل فقط راتب العامل، راتب العامل فقط لا غير. يعني اللي هيشتري المزرعة كاستثمار زراعي فقط عليه راتب العامل. بالظبط، لأن الشجر دوت هو شجر معمر، فهو ما بيحتاجش كل شوية يعني جهد في إن أنت تترعيه يعني. طبعا المرحلة الصعبة هي كانت المرحلة الأولى، أول سنة تقريبا كانت هي أصعب مرحلة. طبعا اللي هو الشتلات، وأنت بتجيبها وتبدأ تشوف إيه اللي يشتغل منها مع الأرض، وإيه اللي ما يشتغلش، إيه اللي ماشي مع مصدر الري بتاعنا أو مش ماشي. الشجر ده عباره عن شتلات بلو بيري، عباره عن شتلات. طبعا سعر الشتله الواحده بيتعدى ال 10 مارك، لو عمرها سنه. طلعوا لها سنه شتله صغيره. احنا عندنا الشجر عدى 4 سنوات، وفي حاجات عدى 5 سنوات، فده بيفرق في السعر بتاعها لو انت النهارده، لان انت معتنى بيها. غير ان كل ده حاجات اورجانيك، حاجه طبيعيه. طبعا الانتاج بتاعنا ده كله تصدير، ما هواش للسوق المحلي، لكن كله للتصدير. بيجي بعض المتخصصين في الموضوع دوت، بياخدوا انتاج المزرعه بالكامل، وهم اللي بيقوموا بقطف المحصول وتنقيته وتعبئته. يعني هذا المنتجات فقط للتصدير؟ للتصدير، كلها للتصدير. مش اي مواصفات يعني، لا مواصفات تصدير. لا، هي مواصفات خاصه قابله للتصدير، وهي معروفه ولها الشهاده بتاعتها بتقول الكلام دوت. قبل المشروع و... لا والله، ده هنا البلاك بيري. حط ده البلاك بيري الان. جميله ما شاء الله، ما شاء الله اختبنا. اتفضل اتفضل والله، منظر يا حاج علي. ابو عمر، كم عندنا عدد شتلات البلو بيري؟ هو دلوقتي تقريبا حوالي 2500 شتله، وهي بتتعدى المسطح بتاعهم حوالي 10 دونم، يعني يزيد 10 دونم. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اسال الله يبارك، ما شاء الله 10000 متر مربع بلو بيري. وزي ما حضرتك شايف من النوعيات كلها، من النوعيات المتميزه جدا. طبعا اللي هم متخصصين في المحصول ده والانتاج ده عارفين ايه القصد بتاعه. كل ده اللي هناك طبعا بالكامل، طبعا بالكامل، كل اللي حضرتك شايف المزرعه دي كلها بالكامل، كل ده بلوبيري ما شاء الله. طبعا ده الراسبيري اللي هو التوت الوردي، وده طبعا معروف في كل الدنيا كلها ان هو بيستخدم في التصدير، وله استخدامات طبيه عاليه جدا. وطبعا المحصول بتاعنا هنا هو من الحاجات المميزه برضو اللي هو بيتاخد للتصدير، وطبعا الانتاج منه بيجفف وبيباع منه في تركيا ويتباع منه في كذا دوله. طيب سؤال يا ابو عمر، في كم صوبه من دول تقريبا؟ احنا عندنا 9 صوب من هذه المحصول، بالاضافه الى صوبتين اخرين يعني تحت التجهيز ان شاء الله. طبعا ده مزروع بالكامل. ها؟ بالكامل، زي ما حضرتك شايف عمر الشجر اهوت برضو معدي 3 سنوات. 3 سنوات ما شاء الله تقريبا. هذا في تركيا بيتباع. ابو عمر، سؤال ابو عمر دلوقتي، احنا دي كام سنه الان المحصول الان بيطلع؟ هو 3 سنوات دلوقتي حاليا، وهو المحصول دوت العمر الطبيعي بتاعه 10 سنوات،
طول ما انت بتقلم الشجر وبتقصقصه وبيشتغل يعني 10 سنوات قدامنا قدام غير الاربعه اللي فاتت. يعني عندك فرصه استثماريه لمده 10 سنوات قادمه ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله طبعا. ما شاء الله طبعا. اسال الله يبارك يا رب. ما شاء الله. طبعا احنا ما قلناش بسم الله نبدا، ولكن بسم الله نبدا. المتاخر احسن. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله طبعا. كم صوبه يا ابو عمر عندنا؟ 9 صوب، وعندنا صوبتين مفكوكين لسه بنجهزه ان شاء الله باذن الله. طبعا الصوبة دي عشان تعملها طبعا بتتكلف كتير جدا يعني. طبعا. جهد ووقت. تكلفة عالية. طبعا. هذه كده صوبة، واحنا في الثانية الآن ونحاول نصور لكم الباقي. دي كده الثانية احنا قلناها. دي الأولى. دي الثانية. دي الثالثة. وهذه الرابعة وهذه الخامسة. وهنا هاي الستة بس هاي مفكوكة. طبعا الآثار بتاعتها باينة زي ما انتم شايفينها. هذه هي، وهذه السبعة، وهذه الثامنة شايفينها بس مفكوكة كذلك الأثر بتاعتها باينة، وهذه التسعة الصوبة التاسعة. يبقى كده عندنا تسعة صوبة أو تسعة محميات بالكامل، اللي هي بيسموه التوت الوردي أو الروزبيري. طبعا ده من أفضل أنواع التوت مش بس هنا في البوسنة، في أوروبا بالكامل يعني، كله للتصدير، كله طبعا طبيعي، ما فيش اي نهائيا اي كيماويات او سماد او اي شيء. طبعا احنا بنتكلم الان عن فرص استثماريه، اللي عاوز يستثمر استثمارات زي كده، استثمارات زراعي، شايفين المحاصيل جاهزه، يعني ما يحتاج انك انت والله تزرع. انت الان زي ما بيقولوا انت بتشتري المده، تشتري فتره التجهيز بالكامل. الله اكبر ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. اسال الله ربي يبارك البائع ويبارك المشتري. طبعا انت مجرد ما هنا في البوسنه طبعا في امطار كتير، وكذلك صاحب المزرعة عامل ري بالتنقيط زي ما انتم شايفين، هذا هو البايب مبين على كل المزرعة. وكذلك هنا هقول لك أكثر من 2500 شتلة، شايفين الشتلة دي؟ أكثر من 2500 شتلة ما شاء الله. أسأل الله يبارك يا رب، أسأل الله يبارك لهم يا رب. طبعا المزرعة بالإضافة طبعا للشغل الاستثمار الزراعي اللي فيها، طبعا هي برضو فيها عدد من الشجيرات المثمرة اللي بتقدم محصول للي بيقعد في الفيلا نوت في المزرعة، برضو من باب اللي هو تنوع الثروة الزراعية الموجودة في المزرعة. أسأل الله يبارك يا رب. ما شاء الله لا خطر بالله. فالحمد لله رب العالمين يعني. وزي ما حضرتك شايف الجهد اللي اتعمل بيه مزرعة خلال الفترة اللي فاتت، والتكلفة الاستثمارية اللي عملناها فيها، ويمكن واضحة حتى من المية والحاجات الموجودة في التنقيط بتاعها. أنا شايف في ري بالتنقيط، غير طبعا ري بالمطر، المطر غير المطر بالظبط. ده بالإضافة عندنا خزانات طبعا حضرتك برضه شايفها، اللي هي بتاعة المية دي برضه بنحط فيها طبعا لو في أسمدة أو حاجة بتتحط عشان بتتوزع مع الخراطيم بتاعة الرش بتاعة المية. بيت الحارس دوت هو طبعا ده فيه عباره عن غرفه نوم وفي صالون، يعني اسره كامله تعيش فيها يعني كامله يعني، اللي هو حارس المزرعه. حارس المزرعه، وطبعا هو بجنبيه الصناديق بقى اللي بيجمعوا فيها وقت الحصاد، الحصاد بتاع البلوبيري او الراسبيري. كام يا ابو عمر مساحه الارض؟ الارض تتعدى المساحه بتاعتها 85 دونم ما شاء الله، وكلها زي ما حضرتك شايف الاشجار مثمره بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اللي هيجي يعني هو جاهز للاستثمار، مش لسه هيتعب فيها. الموضوع كله بيحتاج مهندس زراعي يبقى موجود معاه، وبالاضافه لعدد من العمال بيطلع انتاجه بقى بكميه افضل، وبيراعيها بشكل يكون متميز كنوع من انواع الاستثمار الزراعي المحترم جدا الموجود في البوسنه. طبعا الطريق الرئيسي بتاع اللي هو سراييفو، احنا يعني المزرعه على الطريق الرئيسي مباشره. بالظبط بالظبط، هو لما دخلت فين وده بيدخلك منه على طول على المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي حاليا.
تمام. يبقى انت المزرعه عندك طريقها على الطريق الرئيسي. بالزبط. خدنا قد ايه وقت تقريبا يا ابو عمر من السراييف ولحد هنا تقريبا؟ ما فيش يعني اقل من ثلث ساعه 20 دقيقه تقريبا يعني. تقريبا ما شاء الله. وطبعا بالاضافه للاطلاله بقى، الاطلاله طبعا لو حد بيتكلم مثلا ان هو عاوز يعيش في الجو دوت هيشوف ما شاء الله لا قوه الا بالله السماء بدرجه الصفاء بتاعتها اللي موجوده في المكان، اللي هو حاجه غير طبيعيه غير موجوده في اي مكان في سراييفو. فدي حاجه برده واضحه جدا ومميزه. طبعا اطلاله الجبال اللي موجوده حوالين المزرعه برده بتدي الخضره نوع من انواع الجمال في المكان اللي احنا ماشيين فيه. ابو عمر انا شايف هنا في كاميرات. طبعا دي كاميرات مراقبه برضو عشان يبقى احنا المزرعه بالكامل مؤمنه. على الموبايل طبعا. طبعا كلها طبعا شايف كشافات. بالظبط. طبعا دي حاجات كلها، دي حاجات معموله كلها يعني تبقى عيننا على المزرعه كلها بالكامل يعني. ابو عمر بس سؤال كنت عايز اسالك دلوقتي، المزرعه بقى لها تقريبا 4 سنوات. تقريبا 4 سنين. تقريبا حجم العماله اللي بيشتغلوا قد ايه في المزرعه؟ هو عامل زراعي واحد اللي موجود فيها طبعا، ده الدائم طبعا، لكن طبعا بيبقى فيه اشراف زراعي عليه، بالاضافه طبعا لوقت الحصاد بيبقى التاجر اللي هو بيشتري المحصول هو اللي بيجيب الناس بيستاجرهم اللي هم بيجمعوا المحصول ويعبوه في الكراتين او البستلات بتاعته بحيث يبقى جاهز للتصدير. يعني عامل واحد نقول عشان يفتح الميه ويقفل الميه. بالظبط. بيراعي الزرع نفسه يعني مع المهندس الزراعي اللي برده بيجي يشرف على الشغل دوت يعني. المهندس طبعا له زيارات دوريه. طبعا ده المهندس دوت بيجي بالزياره، لكن العامل ده مقيم دائم في البيت. يعني انت بتحمل فقط راتب العامل. راتب العامل فقط لا غير. يعني اللي هيشتري المزرعه كاستثمار زراعي فقط عليه راتب العامل. بالظبط، لان الشجر دوت هو شجر معمر، فهو ما بيحتاجش كل شويه يعني جهد في تترقي يعني. طبعا المرحله الصعبه هي كانت المرحله الاولى، اول سنه تقريبا كانت هي اصعب طبعًا مرحله. طبعا اللي هو الشتلات وانت بتجيبها وتبدا تشوف ايه اللي يشتغل منها مع الارض وايه اللي ما يشتغلش، ايه اللي ماشي مع مصدر الري بتاعنا او مش ماشي، نوع الحاجات الاضافات اللي بتتحط على الميه، كل الحاجات دي كلها في بدايه المشروع. لكن بعد ما الشجر الحمد لله بعد 3 سنين و4 سنين زي ما حضرتك شايف ان هو الحمد لله مش محتاج الا نوع من بسيط من المراعاه. ما شاء الله، اسال الله يبارك يا ابو عمر يا رب. بالنسبه للمزرعه يمكن حضرتك شايف اللون البرتقالي دوت، بس طبعا هو ده يضاف اليه البيت والارض الملحقه بيه اللي هم دولت، وبرده كل دول على الشارع الرئيسي زي ما حضرتك شايف. ده الشارع احنا جايين منه بالسيارة. الشارع ده اللي بيوصل لصلاح. بالظبط كده. والارض برده ليها شارع اخر اللي هو بتاع القريه اللي هو موجود في الخلف من هنا، اللي هو متصل بالغابه من المنطقه دهيت. يبقى عندك كده كم مدخل؟ يبقى انت عندك مدخلين شارعين رئيسيين اللي هم الشارع الرئيسي بتاع البلد والشارع الرئيسي بتاع القريه. ابو عمر اللاتو بتاعك شكله جميله ما شاء الله. اسمه. بالنسبه لل ربنا يبارك فيك يا رب. بالنسبه للمكان دوت زي ما قلنا ان هنا ده متصل بالغابه، فده برضو بيدي يعني كشكل افضل للعميل اللي عاوز يشتري. ممتاز. يبقى احنا كده قطعه جيده عندنا البيت اهوت، وادي الارض ملحقه بيها، بالاضافه للارض دي برضو دي ملحقه بالارض البرتقانيه بتاعتنا. قلت لنا في برضه قطع هناك مساحتها ورا الغابه 32 ألف متر من ضمن ال 85 ألف متر بتاعتنا كلها، اللي هي الحته اللي هي موجوده في الشمال ورا الغابه اللي هناك. بالظبط كده. تمام. بالظبط كده. يبقى كده واضح جدا احنا واقفين فين يا ابو عمر؟ احنا واقفين هو دلوقتي في المكان دوت، مطرح ما انت جاي من الشارع هنا واخد بالك. بالظبط كده. الله ينور. انت دخلت من الشارع من هنا وبعدين مشينا هنا، والمكان احنا واقفين فيه دلوقتي هنا بالظبط عند البيت. يبقى كده اهو شايفين البيوت ده هي اللي هنا شايفينها، ثلاث اربع بيوت دول اللي هم هيكونوا في الزاويه اللي هناك ورا الحته اللي هناك دي. دول دول اسف دول ما شاء الله. اسال الله ربي يبارك ما شاء الله. لا خطر بالله. ابو عمر كنت عايز اسالك عن خزانات الميه دي. الميه دي بتيجي منين؟ خزانات الميه طبعا ديت يعني عندنا الميه الاساسيه في خط الميه اللي هو داخل القريه بناخد منه، بالاضافه طبعا للمطر. اضف الى كده ان احنا عاملين خزان ميه بيجمع ميه المطر موجوده فيها برضو عشان الزراعه. في حته بس نسينا نقولها ان عند الغابه دهيت في الطرف الشمالي اللي حضرتك شايفه ده في نبع ميه بيطلع ميه كبريتيه في هذا المكان. طبعا هذه الميه الكبريتيه هي ميه للاستشفاء وميه علاجيه يعني. يعني ممكن اللي عايز يشتري مزرعه حابب يعمل يستفيد من نبع الميه الكبريتيه يعملها كمصلحه ممكن ممكن, ممكن يستغل استغلال اخر، بالاضافه طبعا للمكان اللي حضرتك شايفه موجودين فيه. طبعا هذا الطريق الاساسي بتاع صريف وزي ما انتم شايفين هذا هو من هنا مباشره. احنا الان طلعنا من فوق خزان الميه عشان نصور نشوف ابعاد المزرعه بالظبط. طبعا هذا الطريق انتم شايفينه كده ماشي، ندخل على الطريق السريع هنا نشوف دلوقتي السور بتاع المزرعه. هذا هو السور لو شايفينه، هذا هو مبين شايفينه. ايوه احنا ماشيين معاه الان. هذا هو السور، اوضح لكم بعيد. هذا السور كده جاي كده طالع
ماشي. وهنا هذا بالكامل طبعا، هذا اماراتي سال الله يبارك له يا رب ما شاء الله تبارك. هذا كده طبعا، ده كده احنا قام فوق المزرعه. طبعا هذا مربع، الجزء ده كله فراوله بالكامل. احنا فوق طبعا التانك عشان نصور. طبعا ده زي ما قلنا، دي الصوبه اللي هي مفكوكه ودي الثانيه مفكوكه ما شاء الله لا خطب له. هنا كذلك في مناحل ورا، في مناحل في المنطقه تبع المزرعه كذلك. طبعا لما طلعنا من فوق الان الاطلاله بقت افضل وشكل المزرعه بقى واضح اكثر ما شاء الله لا قوه الا بالله. اسال الله يبارك يا رب ما شاء الله. اسال الله يبارك للبائع ويبارك للمشتري. نبع المياه اهو في المنطقه دي بالظبط. دي الغابه اللي احنا كنا عليها، قلنا في وراها 32 دونم. هذا التانك هنا زي ما انتم شايفين، طبعا كله مو تانك عادي، طبعا تانك عشان يحافظ على، يكون طبعا يحافظ على المية. طبعا هذا ايطالي كله زي ما انتم شايفين، كلها حاجات اوروبية، كل شغل اوروبي بالكامل ان شاء الله نختار بالله. نسأل الله ربي يبارك. يعني شوف احنا جايين المزرعة فجأة، وبالرغم من كده ازاي الحاجات نظيفة وكل شيء مرتب كده. هاي سراييفو، هذا الاتجاه سراييفو هنا في هذا الاتجاه، والاتجاه اللي هنا ده اتجاه ترافلنج، الاتجاه اللي هنا ما شاء الله. طبعا هذا المخزن هنا جنب غرفة العامل، شايفين هذا المخزن بالكامل. طبعا المخزن ده فيه هنا باب، فيه مستودع، وفيه تلاجة كبيرة بتشيل 3 طن. وهنا هذه غرفة العامل هنا، والحمام بتاعه والسكن بتاعه. وهنا فيه كذلك طبعا هي معدات للحصاد. حلو ما ولا ايه؟ اشرب اشرب، ممكن تكون ميه كبريتيه كمان. اه ميه كبريتيه حلوه بالشرب يعني. اشرب. شوف يفتح عينك. كويس مفيش حاجه تمام الحمد لله. الله اسال الله يبارك يا رب ما شاء الله اكتر. هاي فرصه استثماريه زراعيه سريعه اللي عاوز يستثمر استثمار زراعي. طبعا الاستثمار الزراعي الميزه فيه طبعا هو اعلى انواع الاستثمارات واكثرها امانا في ظل طبعا زي ما انت شفت مثلا اللي حصل في كورونا، فاصبح الاكل هو الاستثمار الاكثر امانا، ما في اي مخاطره كتير، الناس كلها طالبينه صيف شتاء يعني كل الاوقات وكل فصول السنه كل شيء ما شاء الله. طبعا طعم ال التوت ده طعمه مش طبيعي، لم اتذوق طعم توت بهذا الشكل ابدا. صح ما شاء الله اختي ولا شايفين الشتة الواحده لما تشتريها صغيره صغيره 25 مارك الواحده الصغيره اللي هي طولها تقريبا 10 سنتيم. هو انت عندك اكتر من 2500 شتله يعني مش فاهم تيجي تحسبها. شايفين هنا يعني صراحه ما شاء الله تبارك. طعم مش طبيعي يا اخوانا ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله اخره بالله. ما شاء الله. اسال الله يا رب يبارك البائع ويبارك المشتري. والله صراحه الواحد عايز ياكل كده. يا اخوانا طعم التوت انا ما ذقتش صراحه طعمه قبل ولا بعد بهذا الشكل صراحه. نتوقع خلصنا نص المحصول اللي احنا ناكل من دوق قال. شايفين ما شاء الله اختي بالله ما شاء الله. طبعا الان عندنا استثمار زراعي، مزرعه بالكامل، مزرعه توت بري وتوت ورد. الاستثمار الزراعي قلنا هو اكثر الاستثمارات امانا ولا يتغير بتقلبات السوق. في ناحيه ايه تقلبات السوق؟ اقتصاد طالع اقتصاد نازل، تضخم طالع تضخم نازل، اقتصاد زراعي اقتصاد ثابت. الاسباب الاساسي ان احنا بناكل طول الوقت، والاستثمار الزراعي او المزرعه اللي عندنا الان هو مشروع متكامل. اللي عاوز ياخد استثمار زي ما بيقولوا اشتريه الزمن لحد ما تاسس، هذا المشروع جاهز اول ما هتشتريه هتربح منه فورا. للمقطع كامل والتفاصيل لا تنسى الضغط الان على زر الاشتراك والاعجاب بالمقطع. كذلك هتشوف تفاصيل المزرعة بالكامل، وأي استشارات زراعية أو هندسية في الأرض أو مخطط الأرض الفريق بتاعنا فريق زراعي جاهز يتواصل معاكم مباشرة. تحياتي ليكم، أنا المهندس علي من مدينة
أو مدينة كيسلياك في دولة البوسنة والهرسك على بعد فقط تقريبا أقل من 30 دقيقة من العاصمة البوسنية سراييفو. دلوقتي احنا متجهين على النبع، نبع المياه اللي اتكلمنا عليه، ادي الصوب. احنا بدأنا التصوير من هنا، ان احنا هناك تذكروا احنا متجهين على النبع عشان تشوف. طبعا شايفين ما شاء الله الارض منبسطه تماما. طبعا كتير من المزارع هنا في البوسنه تلاقيها الاراضي غير منبسطه، طبعا هاي ميزه مهمه. بالتالي طبعا انبساط الارض بيسهل عليك موضوع الحصاد ويسهل عليك الخدمات للزراعه. طبعا احنا الان في الطرف لو قلنا كده الشمال كده الجنوب كده، عندك في الطرف الغربي صح الشرقي عفوا لا عفوا الغربي الغربي في الطرف الغربي، هذا هو المناحل، هذه هي زي ما شايفين اتكلمنا عليها في الفيديو. طبعا هاي الصوب اللي كنا فيه، احنا كنا فيه على الطرف الثاني. طبعا لو تلاحظوا الارض فيها شويه ميول خفيف لتحت، ليه؟ عشان لو لا قدر جت امطار، جت فيضانات، جاء اي شيء، المياه كلها تنزل في هذا الاتجاه، في اتجاه التصريف. شايفين المسجد اللي هناك خالص ده، ما شاء الله. هاي ميزه البوسنه، انت في دوله اسلاميه، اي مكان تسمع الاذان ما هتلاقي اي مضايقات ولا اي تفرقه عنصريه ولا اي شيء زي كده. طبعا احنا الان في الطرف اللي هو بتاع الغابه اللي احنا اتكلمنا عليه، تذكروا هذه الغابه، شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، سامعين الاصوات. الان نحاول نخش عند خزان، هو باين طرفه من هنا بس هنحاول نخش قد ما نقدرين. طبعا احنا الان كل ده احنا في الغابه داخل الارض. طبعا هذا الطرف الغربي للغابه زي ما انتم شايفين، الطرف الغربي اللي عفوا الارض. طبعا الغابه طبعا ممكن تستغلها، عايز تحط فيها كوخ، تحط فيها اي شيء، ممكن تستفيد منها زي ما انت حابب تستفيد. طبعا هذا الخزان اللي اتكلم عليه ابو عمر وقال لك في خزان ميه كبير في طرف الارض محطوط فيه ميه. طبعا هذا الخزان تحت الارض، مو بس خزان فوق، خزان تحت الارض. وزي ما انتم شايفين كل البيبات طالعه من عنده، هذه البيبات شايفينها، هذه هي، شايفين البيبات طالعه ازاي، موصل بكل الصوب وكل الزراعه الموجوده. طبعا هي نقطه مهمه، قليل في البوسنه تلاقي حاجه زي كده. اغلبيه المزارع في البوسنه الاغلبيه العظمى يقول لك انا مستني المطر يجي من عند ربنا، ويدعي يقول لك يا رب ينزل، ولكن انت عندك بلان A وبلان B، فبالتالي ده يدل على انك انت الناس اللي عملوا المزرعه ما عملوها كده زي ما بيسموها عشوائي وحط ارض وزرع، هم مجهزين كل شيء للاستثمار الزراعي المفيد المربح، وهذا الامر مهم جدا. طبعا انا شايف الميه من هنا بس هحاول اصور مكان اقرب شويه، سامعين صوتها؟ هذه هي اللي انا هصورها، اروح مكان دلوقتي اقرب عشان اصورها لكم اياها. طبعا الان احنا بنحاول نقرب من النبع عشان نحاول نشوف صور لكم اياها. هذا النبع اللي اتكلمنا عليه تتذكروا، اللي صورناه في اول فيديو، شايفين ما شاء الله الميه طالعه من الارض ما شاء الله. ربنا ما خلقت هذا الرابع سبحانه حقنا عباد الله من داخل الارض. ها يا رب اللهم ارزقنا رزق الحياه الطيب، عافنا وعفو عنا. شوفوا الان طبعا الارض حدها لحد النبع ده بالظبط. احنا في الجهه الغروب، الجهه الغربيه ده، احنا قرب المغرب ده في الجهه الغربيه الان. طبعا بعد النبع دي ارض للبلديه، فبالتالي انت اللي هياخد المزرعه حب يظبط هذا الجزء من الارض كغابه كجلسات، وهيستفيد من النبع، ممكن يعمل عليه حوض هنا ويتعمل كميه. طبعا ما شاء الله. طبعا في معلومه حابب اضيفها لكم، طبعا المنطقه هنا في مناحل زي ما قلنا داخل الارض، وفي مناحل في الجيران. هتقولي عايز طب انت ليه بتذكر موضوع المناحل؟ موضوع المناحل بيزود اي انتاج اي محصول من 20 الى 25%. طبعا النحل بيروح على الزهور زي ما انتم عارفين، مزرعه ما شاء الله كبيره، تغطيه المزرعه مو سهله، لكن دايما الله المستعان. لا تنسى تضغط على زر الاشتراك قبل ما تكمل تشاهد المقطع. طبعا شايفين هذا الجيران هنا الشارع الرئيسي، الان ده مدخل المزرعه، احنا دخلنا منه على الشارع الرئيسي هذا هو، وهذا البيت احنا نروح الان نصوره من الداخل زي ما انتم شايفين.
طبعا شايفين هذا الخط الاساسي اللي احنا اتكلمنا عليه، هذا الخط بتاع سراييفو، خط رئيسي. هذا مدخل الفيلا طبعا في اتجاه الورا اتجاه ترافنينج. هذا مدخل الفيلا، الحين ندش على الفيلا بالسياره اهو، له مدخل خاص بالسياره زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الخط الاساسي، الله يبارك. هذا الشارع الرئيسي بتاع سراييفو، سراييفو ترافنينج. هذه الفيلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا الرحلة شاقة شوية، لكن نحب نغطي كل شيء، كل حاجة تكون واضحة. طبعا هذه الفيلا الموجودة في المزرعة، مزرعة بالكام سميها مزرعة كيسلياك. خلصنا الأرض، خلصنا شفنا الحقول التوت، وشفنا المناحل، وشفنا نبع المية، وشفنا الخزان، وتقريبا غطينا كل شيء، وصورنا كذلك بالطيارة. الآن هنصور الفيلا من الداخل على قد ما نقدر طبعا، لأنه صاحب بيت أهله موجودين معاه، ولكن بقدر المستطاع. الميزة في الفيلا زي ما انتم شايفين على الشارع الرئيسي، لو تصور هنا يا أستاذ الشارع الرئيسي مباشرة، ده الطريق اللي هو بتاع سراييفو ترافلينج مباشرة. لا تنسى تدخل على زر الاشتراك عشان تكمل المقطع. هو من فوق دلوقتي هنقيس الجراج. ده أول حاجة الجراج عندنا هنا، طبعا جراج بوابة إلكترونية زي ما انتم شايفين. ده هنا العمق تقريبا 7 متر. يلا. وهذا العرض 3.5. هذا جراج. هذا المدخل طبعا في الطبق الأرضي الآن، طبعا هذا التراس الكبير في طبق الأرض زي ما انتم شايفين، هذا هو. هذا الجراج اللي صورناه من شوية. ندخل. طبعا الدور الأرضي مو مشطب زي ما انتم شايفين، هذا شكله. نشوف العرض الصالة قد إيه. طبعا هناك هاي المنطقة فيها مطبخ حتى هناك، هذا العرض عندك 6 متر 300 تقريبا، وهنا عندك الطول كل العمق ده كله. خلينا نشوف قد ايه العمق. هذا هو 9.6 متر، هذا كده العمق. طبعا هنا عندنا ده حمام، هذا حمام كامل زي ما شايفين، وهنا في عندنا حمام التاني، وهنا في غرفة، غرفة نوم. طبعا غرفة نوم هي في الطابق الأرض. طبعا فوق فوق مشطب بالكامل، في غرفتين فوق. هنا عندك هذا 3.5 متر تقريبا مربعة هي تقريبا. هذه هي هذه الإطلالة على المزرعة بالكامل ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هذا كده تقريبا خلصنا الدور الأرض. طبعا الدور اللي فوق فيه غرفتين نوم وصالة ومطبخ ومخزن ومستودع. الطابق اللي فوق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله يا رب يبارك. طبعا هذا الجهة الشرقية من الفيلا ما شاء الله، شايفين الغنم هناك، أسأل الله يبارك رب البائع ويبارك المشتري. هذا الغنم أهم باين شايفينه. طبعا الفيلا بالكامل مصورة، في هناك جلسة عنب، هذه هي. طبعا دش بالسيارة، عايز تحط خيمة حط اللي بدك اياه هنا، خصوصيه تامه، ما في حد كشفك هنا. طبعا الميزه في الاراضي في كيسلياك هنا اغلب الاراضي تقريبا بتكون مستويه، وهذه ميزه مهمه جدا ما بتجدها بسهوله في اي مكان. شوف هنا في تله ازاي، زي ملعب الجولف كده ما شاء الله. وهذا فيه الميه طبعا واصله، طبعا انت كل شيء واصل للخدمات، الميه التحتيه، وهي اهم نقطه مهمه جدا. شايفين طبعا هاي كلها، هاي دي اشجار، هاي تفاح شايفين. طبعا هذه جديده توها مزروعة، اتوقع ممكن سنة ولا شيء. طبعا هذه كل بالكامل، هنا العلب اهو، عندنا العلب مبين. هذا اهم تفاح، تفاح وكم متر تقريبا. هذا اكثر من 20 شجرة في الفيلا بالكامل. طبعا هذا العنب ما شاء الله. طبعا هنا في كيسلياك العنب زراعته بتكون اسهل من سراييفو نفسها، ليه؟ لانه بيكون شوية درجة الحرارة هنا ادفى من سراييفو، وهذه أهم ميزة مهمة. طبعا هذه أشجار، هذه التفاحة اللي احنا كنا عليه، ده كمان مطرح زي ما انتم شايفين، هذا بقى له فترة يعني مقل. هذا هو ما شاء الله. طبعا التفاح الصغير ده أطعم كتير من التفاح الكبير، ما بيتباع في السوق إلا قليل، هي برضه أهم نقطة مهمة. هذا هو بيسموه في البوسنة يابوكا، هذا هو ما شاء الله ما شاء الله. هذا اتجاه الغروب، وهذا كده البيت اهو ما شاء الله. هذه شجرة عين جمل،
طبعا بس عين جمل السنه دي ما طلعش كتير لان طبعا كان في برد كتير فقليل يعني. بس اتوقع هنا تلاقي ثمر هنا ولا شيء، هتلاقي في حته هنا. عين الجمل طبعا من الاشجار المعمره، تحط في البيت معمره بتبقى جميله جدا، بتقعد سنوات. طبعا اكتر من 10 اشجار تفاح مختلفه في الفيلا، وكل الانواع اللي انت متوقعها في التفاح، الاحمر والاخضر والاصفر ما شاء الله زي ما انتم شايفين. نعم نذبح واحد ناخده ما شاء الله. لا اختبلة اسال الله يبارك يا رب. ما شاء الله شايفين ما شاء الله. اختبلة اسال الله يبارك. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. تمام يا عمر. مره بقى نشوي بقى والكلام، ربنا يسهل نجيب وزن حلو كده زي القنت. طبعا ده هنا بيسموه الدخ او بيسموه الهلدة بالبوسني، هذا هو شايفينه زي الشعير، بيتعامل منه خبز ما بيرفع السكر لمرضى السكر. لك يا امي وجميع امهات المسلمين اللي عندهم السكر والاباء طبعا اكيد، وانت بعمر عندك سكر طبعا. ها شكرين. يلا يلا اسال الله يشفيك يا عمر ويرفع ويشفي جميع المرضى المسلمين. دخن اسمه الدخن، دخن دخن. وهذا هنا بتاع الميه كده. احنا خلصنا بالكامل تصوير طبعا الدور الارضي لو مدخل لوحده، والدور اللي فوق الفيلا لو مدخل. طب احنا الان صورنا المزرعه بالكامل، تقريبا خلصنا ما شاء الله تبارك الله 85000 متر مربع. عمر ايه معلومات حابب تضيفها في لو تقرب شويه المايك؟ هو طبعا الجو هنا مختلف عن سراييفو تماما، في 5 درجات اقل من سراييفو، بالاضافه طبعا لان يعني الخضره والفيو بتاع المكان ده لوحده حاجه تانية يعني لا يقدر بمال. الفكره كلها ان احنا بنقدم مزرعه استثماريه تصلح لانتاج حيواني، تصلح لانتاج زراعي، ومع كل دوت في بيت كمان اللي هو يعني هيشتري هذا المنتج بالكامل. متوقعين ان شاء الله ان اللي هياخد هذا الموضوع هيكون من اعلى عوائد الاستثمار، لان هو منتج تصديري بالكامل، بالاضافه للمنطقه اللي هي قريبه للغابه، قريبه للمنطقه اللي فيها البئر الطبيعي دوت. انا دخلت على النبع هناك، الميه نبع ما شاء الله. يعني انا اعتقد ان برضو المكان دوت ان شاء الله ممكن يكون في تربيه الحيوانات بالاستخدام التجاري، ان شاء الله يكون ممتاز جدا الفتره الجايه باذن الله. طيب توفيق طبعا الله. ابو عمر اتكلم ما في كلام نقوله بعد كده، ولكن ابو عمر دايما يحب يفكرنا بموضوع الايه؟ الضغط على الاشتراك والاعجاب بالمقطع اكيد لجميع المتابعين. اكيد بس أكيد. انت ابو عمر ما كنتش ضغط. لا 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 انا يعني انا اولا يعني الحمد لله بعزكم جدا ان انتم ناس محترمين والله، والحمد لله كل اللي بيشتروا منكم بيقولوا عليكم كلام كويس، وده اللي احنا عاوزينه في الاخر يعني. تسلم يا عمر، ربنا يوفقكم. الله يبارك لك يا ابو عمر، وتحياتي ليكم. تحياتي لكم مهندس عياد. طبعا الفيديو كان شاق جدا، تقريبا قرب النص ساعة كان تصوير، ولسه المونتاج والتصوير الجوي. معلش حتى لو كان الفيديو شوية طويل، بس بنحاول نغطي التفاصيل بالكامل. بس باقي فقط الدور الأول في الفيلا ما عرفنا نصورها. طبعا صاحب الفيلا أهل الموجودين، فاللي مهتم بالموضوع هيتواصل معي واتساب اللي موجود عندك في الوصف أو في أول تعليق، هبعت له الصور الموجودة عندنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك. الآن إلى المطعم إن شاء الله.